تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة أكبر خسائر الفرق الكبرى اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيرفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. مثل ما عودتنا السلسلة هاي، مهما كان اسمك كبير، مهما كان تاريخك مميز، ولو كنت ليفربول بحد ذاته، حيمر عليك يوم كثير سيء. الريدز ليفربول، النادي العريق المعروف عنه تحقيق أكبر الإنجازات محلياً أوروبياً. ومثل ما عرف ليفربول أيام رائعة كثير، عرف أيام سيئة، ومن هاي الأيام خسارة قاسية في المباريات في كافة البطولات. أكبر خسارة شافها ليفربول في حياته كانت سنة 54 لما سقط أمام برمنغهام في الدرجة الثانية بنتيجة 9-1. خسارة جاءت في 11 ديسمبر 1954، أما أكبر خسارة في الدرجة الأولى والبريمير ليج فكانت 9-2 مع نيوكاسل يونايتد. والغريب في ذلك الموسم أنه نيوكاسل هبط وليفربول بقي. أكبر خسارة شافها ليفربول في حياته على ملعبه كانت ضد سندرلاند 6-0 عام 1930، وكانت لحساب الدرجة الأولى اللي بتعادل الآن البريمير ليج. أما بخصوص مشاركات ليفربول الأوروبية، فأكبر خسارة له كانت عام 1966 وكانت أمام أياكس بنتيجة 5-1. هذه المباراة من كثر ما هي مهمة بالنسبة لجماهير ليفربول ولإنجلترا إلها صفحة خاصة مستقلة على ويكيبيديا. وجاءت في الدور الثاني من دور الأبطال لموسم 66-67، وللصدفة هي جاءت أيضا في ديسمبر نفس تاريخ خسارة 9-1 مع برمنغهام. وقتها قاد يوهاني كرويف الفريق الهولندي لفوز ساحق 5-1، كان أحد المسجلين وكان قائد الفريق، والشوط الأول لوحده انتهى 4-0. ومدرب أياكس كان أسطورة الكرة الشاملة رينوس ميتشلز. أما مدرب ليفربول فهو أسطورة أيضا بيل شانكلي، اللي خرج بعد لقاء الذهاب وقال بشكل غريب: لقد لعبوا بشكل دفاعي في ملعبهم، سنحطمهم في ملعبنا. وكان وقتها مش مستوعب الأسلوب الجديد اللي عم بيلعب فيه أياكس أو عم تلعب فيه هولندا كلها، من أسلوب افتكاك سريع، تراجع وتغلق مساحات ثم ضغط عالي. هذه الكرة الشاملة وأساسياتها هو ما استوعبها في لحظتها. على كل حال في الإياب فشل بن شانكلي بتحطيم أياكس كما وعد، وتعادل 2-2، وسجل يوهان كرويف هدفين أياكس لما لعبوا في إنجلترا. مع تذكير أنه بن شانكلي رغم هاي الخسارة بضل واحد أسطورة في ليفربول، واضع أساس ليفربول الكبير في العصر الحديث واللي قادهم لأول لقب أوروبي في مسيرتهم عام 73 في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي على حساب بروسيا مونشنغلادباخ. ليفربول مثله مثل غيره، في يوم كويس ويوم سيء.